تحدث وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة عن إمكانية استفادة فئات جديدة من منحة البطالة، وكشف شرفة خلال رده على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمر بتحضير مرسوم تنفيذي يسمح للآرامل واليتامى الذين يتقاضون أقل من 13,000 دينار من الاستفادة من منحة البطالة. وأضاف المسؤول ذاته أن هذا المرسوم التنفيذي سيدخل حيز الخدمة خلال شهر جوان الجاري، وأكد المتحدث أن المنصة الرقمية الخاصة بمنحة البطالة سجلت منذ 24 فبراير الماضي إلى غاية الخميس المنصرم 1,993,319 طالب استفادة من منحة البطالة. ولفت الرجل الأول في القطاع إلى أن المصالح المعنية وافقت على ملفات 1,471,000 بطال. وأشار يوسف شرفة إلى أن جهود الدولة الجزائرية كبيرة من أجل مرافقة شريحة البطالين. وأعلن الوزير أنه سيتم تخصيص في قانون المالية التكميلي المقبل حصة إضافية بقيمة 300 مليار دينار للتكفل بأكبر عدد ممكن من طالبي المنحة. وكان يوم 25 مايو الماضي ولدى إجابته على سؤال أحد النواب الغرفة السفلى للبرلمان حول إمكانية توسيع قائمة المستفيدين من المنحة لتمس الأشخاص الذين يبلغون 50 سنة، قال شرفة إن المقترح بحاجة إلى دراسة كما هو الحال بالنسبة للأشخاص الذين استفادوا من تأمين محدود لدى الخواص وحرموا بذلك من المنحة. وأشار شرفة إلى أنه سيتم الرفع من قيمة المنحة المقدرة ب 13,000 دينار جزائري مطلع سنة 2023 مثلما أكده رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.